ساب لواحد حرمه الله مدرب فريق اولمبيك مراكش هزيمه اليوم في الدور الاقصائي الثاني ديال كاس العرش امام يعني فريق الاتفاق المراكشي. بالنسبه لكم وكيف شاف الجميع يعني كانت استماته كبيره من الفريق ديالكم، كان بعض الايجابيات كان بعض الامور، يعني نتمنوا نسمعوا منك يعني قراءه تقنيه في هذه المباراه دي. السلام عليكم، شكرا لكم بزاف على الاستضافه. بالنسبه للمقابله يعني هي كان منتظر انه غتكون مقابله شويه فيها النديه بحكم يعني الحماس اللي تيكون عند اللاعبين، ما تنقولش اللي تيكون عند المدربين ولا عند المسيرين، اللي تيكون عند اللاعبين تيكون واحد الحماس تيكون شويه زايد اللي من خلاله تيخلي اللاعبين ما تيكون في المستوى اما ما تيكونش في المستوى. على اي حال حنا لعبنا مع اتفاق مراكشي، فريق اللي هو راهو مكلاسي هو البرومي في القسم الوطني اماتور، واللي عنده فريق مزيان فريق مميز عندهم لاعبين مميزين، كاينه تجربه كاين بزاف ديال الحويجات اللي كيمتازوا بها. بالنسبه لينا حنا عندنا فريق يعني فريق نقدر نقول لك اللي فريق يلاه تيتكون، لانه بحكم القرارات ديال الجامعه اللي صدرات فيما يخص اللاعبين اللي هما تنقولوا مسنين يعني مسنين في هذاك كان تقنين ديال السن، يعني كان مفروض على المكتب المسير انه يصرح عده لاعبين لدرجه انه راه كانوا تقريبا ما يفوق 18 لاعب اللي مشات من الفريق، يعني كان تجديد ديال الفريق كاين. اسمح لي يا ساب الواحد يعني بهذه النقطه بالضبط كيفاش تعاملتي معها؟ لان كيف جيتي لقيتي ساتور ديال فرقه معينه يعني ما بين صباح وليل يعني تبدلت الامور ولقيتي راسك امام فريق اخر بملامح اخرى، يعني كمدرب يعني كتقني كيفاش تعاملتي مع هذه الامور؟ وبصراحه نقدر نقول لك كان واحد النوع من ما عرفتش كيف نقول لك، واش هو حظ انه نكون مثلا ننجحوا في واحد العمليه اللي كانت في واحد الظرف معين، لانه ملي التحقت بالفريق لقينا مقابلات اللي هي مهمه مع الفرق اللي هي في المراتب الاولى، وكان لابد نحافظوا على ذاك الفرق بيننا وبين هذوك الفرق باش ما يعني باش ما يتوسعش الفريق. الحمد لله من خلال اللاعبين اللي لقيت قدرنا مع اللاعبين جميع باش نكونوا فريق مزيان، وقدمنا مستوى مزيان الحمد لله في المقابلات. جات هذه الفتره اللي هي يعني تقريبا في ظرف شهر جاء هذا القرار، يعني ماشي سهل انه يكون تغيير. نقدر نقول لك اليوم كانوا لاعبين اللي ما عمرهم لعبوا اول مقابله لهم، نقدر نقول لك حتى التدريب كانت جوج حصص ثلاث حصص، ولكن كان لابد باش نشاركوا جميع اللاعبين ولابد باش نعطيو لكل واحد ماشي كل واحد حقه، لابد مادام درنا فيهم ثقة انه غادي يكونوا سند لينا ويعاونونا فخصنا نعطيهم الظروف ونعطيهم الفرص. باش للاسف كتجي تلقى مقابله مع الاتفاق المراكشي، فيعني مقابله اللي هي كي تنقولوا ديال المدينه وكيف بزاف ديال الحويجات، يعني كنا قلنا ما عندناش مشكل انه هادو التعليمات، لانه قلت للاعبين الله يخلي لكم الحماس ما عندنا ما نديرو به، والمقابله المهمه اللي عندنا راه ماشي هي الاتفاق، راه هي بوجدور اللي غادي لها ان شاء الله لانه نلعبوا بوجدور نهار الحد. اذا راك تعرف اللاعب الهاوي امكانياته عقليته، يعني كيفاش غادي توظف ما بين مقابله ديال الكاس والغد ليه، ولا مثلا الجمعه راه خصك تقبل الطريق عندك 1400 ولا 1500 كيلومتر، يعني ماشي سهل. احنا ما كنتخباوش، ولكن الحمد لله بالجهد ديال الله وبجهد هاد اللاعبين يعني قدرنا انه على الاقل نقولوا راه عندنا فريق اللي ان شاء الله في القريب وفي المستقبل القريب انه غادي يكون عندنا فريق مميز. علاش لا، حنا راه باقي عندنا رغبه انه نقلبوا على ديك حسابيا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه سابقه لواحد. انا متفق معك، ما ديما سوا يكون الفرق كيما بيكون، فخص يكون عندي ديما داك الطموح على انه علاش واحد المدرب هو لاعب في المراتب الاولى وانا في المراتب الاخرى. انا ما تشرفنيش ان نكون هك، ولكن الحمد لله بالمجهودات ديال اللاعبين ومجهودات ديال المكتب المسير اللي بصراحه ما مقصرش حتى هو من الجانب ديالو، فاحنا نقلبوا باش نمشيو مع يعني ما غاديش نحطوا يدينا. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. على اي حال راه هو فريق ان شاء الله. اليوم غنقول لك واحد الكلمه اللي انا مطمئن لها، هو انه اولمبيك مراكش
غادي يكون عندها فريق مزيان، فريق تنقولوا فريق مزيان لانه ماشي ما كانش عندهم فريق، ولكن من خلال القرار اللي خرجوا او التقنين ديال السن يعني غادي يكون عندهم فريق اللي فيه لاعبين اللي غادي عندهم 3 سنين و4 سنين باش يوصلوا داك لاج، وتتمنوا حتى هذوك اللاعبين راه ماشي باش يبقاو في الاولمبيك ملي يوصلوا 25 سنه فاش تما يمشيو يلعبوا في القسم الوطني الاول والثاني وعلاش لا يمشيو لقدام. فهذا هو المبتغى ديالنا وهذه الامنيه ديالنا لكل لاعب، نتمنوا الخير وان شاء الله ما غادي يكون غير، وشكرا لكم بزاف والله يكبر بكم.